ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء، واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا، وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا، لم يقرؤوا سعدا وسيف الله ما فهموا البرا، شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيف به وذا عبد النساء، وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء، وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء، إني أحار بهم وقد ساغوا التراشق والبذاء، وحنوا رقابهم فلم تشك الهوان والانحناء، إني أحار بهم وقد أمست جموعهم غثاء، يتناطحون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء، ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء، إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء، فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء، فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء، فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن. أسود الحرب، سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. في جميع المحافظات الشباب الذي سطر بدمائه الزاكية هذه الملحمة وهذا العمل العظيم، أوجه له رسالة من قلب ميدان التحرير من قلب الحدث، وأقول لهم أيها الأطهار أيها الأخيار أيها الأبرار، بلدكم هي مصر. جعجعة؟ طب ما ليه جعجعة في سبيل الله يا أخي؟ ناس ما عندهاش إلا الجعجعة، مش من ضمن أنواع الجهاد إن إحنا جهاد الكلمة؟ عندنا 5 أنواع من الجهاد. الجهاد رقم 1 جهاد النفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، سورة يوسف. 2 جهاد بالنفس، امسروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، سورة التوبة. خفافا وثقالا يعني شبانا وشيوخا. 3 جهاد المال، من جهز غازيا فقد غزا، حديث صحيح مسلم وحديث رواه أبو داود. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ومن قبل في سورة الصف تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. 4 جهاد الكلمة، سورة الفرقان، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ده جهاد مش جعجعة. عيب على واحد جعله. ولذلك أرى أن المظاهرات حقيقة من أفضل وسائل التعبير الآن، والمطالبة بالحقوق على مستوى العالم، وهذا شيء تعرفت عليه أكثر دول العالم. من المملكة العربية السعودية الداعية الإسلامي الشيخ محمد العريفي. شيخ محمد، ما رأيك فيما يجري الآن في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله تعالى أولا أن يولي عليهم خيارهم وأن يبعد عنهم شرارهم، ولا شك أننا جميعا حريصون على استقرار هذا البلد الطيب، وأنا أتألم حقيقة عندما أرى الشعوب تضطر إلى أن تستخرج حقوقها من حكامها بمثل هذه الطرق، وكان الأصل أن الحاكم يعرف حقوق شعبه وأن يقوم بها من قبل أن يعملوا مثل هذه الطرق لأجل استخدامها. عمر رضي الله عنه كان يقول لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله تعالى عنها
لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر؟ أنا حقيقة عندي بعض النقاط التي أوصي بها إخواني هناك. من أول ذلك أنه ينبغي عليهم خلال مثل هذه المظاهرات أن يحرصوا على حماية الممتلكات العامة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يا أخي المطاعم، البقالات، الأسواق، البنوك، هذه لم تصنع لهم شيئا. ينبغي لهم أن يحرصوا على أن يحموها، فإنها في الأول والأخير فهي بلده. وقد كنت في مصر البارحة ورأيت هذه المظاهرات بعيني، ورأيت فعلا أن كثيرا من الإخوة الذين في هذه المظاهرات هم حريصون جدا على حفظ هذه الممتلكات. حتى إني كنت أرى بعض الشباب الصغار ربما يأتي ويضرب بعض الأشياء ليفسدها، فكان بعضهم ينهاه ويقول هذه بلدك واحرص عليها، نحن لنا مطالبات معينة، ليس الإفساد من بينها. بل حتى أنا أقول يعني ينبغي أن يحموا الممتلكات العامة سواء كانت للمسلمين أو لشركائهم من الأقباط الذين يشاركونهم في الوطن. حتى لو كانت البقالة أو كان المطعم لرجل من النصارى لا يجوز أيضا أن يعتدوا عليه. الأمر الثاني الحذر من سفك الدم الحرام. يا أخي أنا أتألم لما أعلم أن القتلى بلغوا، يعني نسأل الله أن يجعلهم شهداء وأن يرفع درجاتهم وأن يصبر أهلهم. يا أخي أتألم لما يبلغني كما نشرت الجزيرة أنهم قريب من 200 الآن أو ربما زادوا على ذلك، وأن الجرحى أيضا يبلغون الآلاف. يا أخي زوال السماوات والأرض أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا أوصي إخواني من رجال الأمن سواء كانوا من الأمن الداخلي أو من رجال الجيش أو من غيرهم أن يحذر من أن يسفك دما حراما، ولن يعذره الله تعالى أن يكون هو أمر بذلك أو نحوه. كلهم آتيه يوم القيامة فردا، يحرص على أن لا يرمي أحدا بالرصاص الحي، يحرص خلال عمله أن يحفظ هذه التظاهرات من أن يقع عليها شيء من الفساد. بل يا أخي حتى يعني حتى في دماء من غير المسلمين، يعني أنا أعلم أن بعض المتظاهرين هم من الأقباط الذين هم شركاء في الوطن مع المسلمين، لا يجوز أن يسفك دم أحد منهم. كذلك الحذر من يندسون بينهم سواء للإفساد أو للاعتداء أو ربما بعض الجهلة من صغار السن ربما أو من المتعجلين، ينبغي أن يضبط بعضهم بعضا. يقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ينبغي أن يحرص بعضهم يعني من العقلاء والذين لهم تجربة في الحياة أن يوجهوا الآخرين. كذلك أن يحرصوا على ضبط النفس. أنا رأيت هذه الجموع البارحة حقيقة في مصر، يعني هي بعشرات الآلاف كما تعرضون الآن في الجزيرة. هذا التدافع وهذا الزحام والناس مع شدة تعبهم وشدة إرهاقهم ربما يخرج أحيانا من أحدهم لفظة نابية أو يدفع أحدا بيده أو ربما وطأ على رجله أو نحو ذلك. من الطبيعي في هذا الزحام أن يفقد بعض الناس أعصابهم وربما ثاروا. ينبغي أن يضبط المرء نفسه قدر المستطاع. أنتم خرجتم لكم مطالبات محددة معينة، يحرص الإنسان على أن يحققها بقدر استطاعته وأن لا يفسد على نفسه مثل هذا العمل الذي يعمله بمثل التصرفات التي ربما تخرج عن السيطرة. كذلك من أهم الأمور أن يعلم إخواننا هناك أن الخير يأتي متدرجا. يعني لا يظنوا أنهم عندما يذهب حاكم ويأتي حاكم آخر أنه مباشرة سيقضى على البطالة، يزوج الشباب، تزوج الفتيات، توفر المساكن للجميع، تفتح المستشفيات بعدد المرضى. لا يظن أن الأمر هكذا بعصا موسى أو بخاتم سليمان مباشرة يفتح لهم كل شيء. ينبغي أن يعلموا أن الأمر يأتي تدريجيا، وهذا الذي يعني ينبغي أن يعلمه الناس حتى لا يظنوا أيضا أن ثورتهم أو أن مظاهراتهم أنها فشلت لما يذهب حاكم ويأتي حاكم ثم لا يحقق لهم بين ليلة وضحاها ما يريدون. كذلك أنا مما أعجبني في هذه التجمعات يعني أنها تميزت بالتفاف الجميع وأن الجميع اتفقوا على رأي واحد. يا أخي نرى من بينهم علماء وقضاة ونرى أساتذة جامعات ونرى محامين ونرى أطباء ومهندسين، بل أيضا من بينهم أيضا من المطربين ومن الممثلين ومن الفنانين ومن لاعب الكرة من أنواع الناس. دليل أخي أن المطالبات واحدة. فأنا أقول يعني أنا أتعجب كيف يتمسك إنسان بأن يحكم وأن يلزم الناس بنفسه والناس يقولون له لا نريدك. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لا نعطي الأمارة من سألها. الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم
كانوا يهربون من الأمارة خوفا من محاسبة الله تعالى لهم بعد ذلك.